الألماني بقوة 7 درجات على سلم ريختر في نصف نهائي مونديال 2014. مرارة لن ينسى البرازيليون. الليلة البرازيل يستضيف الأرجنتين وهو صاحب الصدارة عن جدارة ب 21 نقطة من 10 مباريات، بينما الأرجنتين يترنح في المركز. المطرقة البرازيلية وهذا هو نيمار. نيمار يوزع الدفاع، ماري في مرة أولى وثانية، ريناتو أوغوستو وإمكانية التصويب واردة، فرناندينو التصويب، ريناتو أوغوستو في التصويب، متوسط ميدان بينغان السوري يحظى بثقة تشيتشي هو وزميله باولينيو الثنائي اللي يلعب في الدوري الصيني أمام مارشيلو في كلاسيكو برشلونة ريال. ميسي مارشيلو تعطي الكرة لإنزو بيريز، التصويب رايع، يا سلام يا سلام، أليسون بالحراس الكبار كلاوديو تافاريل ونيلسون ديدا. الحراسة البرازيلية عندها الثقة الكبيرة في أليسون، حارس روما يتصدى للصاروخية. لليسار مارشيلو، نيمار، كرة كوتينيو، 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 التصويب، جول، جول، شنو هذا؟ شنو هذا؟ يا كوتينيو، البرازيل يحرق الأرجنتين في عز هذا الليل. الأرجنتين تأن أنين ما بعد أنين. الباري ماري يتقدم، إصابة وأليسون في الحراسة. الآن ينقص المنتخب البرازيلي اللي يلعب بنقطة سامبا، الآن يلعب دفاعيا قوي وتعدي إنزو بيريز. بيريز بتخطي الامتياز، متوسط ميدان فرنسا يمر أمام باولينيو أمام جواو ميراندا، يصوب والحارس يتابع في كرة نجم فرنسا. 5 انتصارات 3 تعادلات، كل الشعب الأرجنتيني في انتظاره. أليسون ينتظر الأذرار، ليو على يساره قد يجيبها له. ليو 7 دقائق قبل نهاية الشوط الأول، على اليسار ليو، ليو، لكن الجدار على مرة واثنين والركنية للمنتخب الأرجنتيني. يعطي كرة يا سلام، نيمار على اليمين في انتظار كوتينيو على اليسار، نيمار الغدار، نيمار، 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 يا سلام، شنو هذا؟ يا كرنفال، يا كرنفال، يا نيمار، يا بطل الأبطال، لا ماشيرانو ولا كذلك موري فهم. غاب ميسي في المباراة الثالثة الأخيرة، غاب الانتصار على المنتخب الأرجنتيني. كرة رائعة، إيمانويل ماس، غضب من موجود، غضب من غونزالو إيغوين اللي كان يطالب الكرة، لكن تصويب مدافع سان لورينزو كان مباشرة خارج الميدان بعيد عن شباك أليسان. 15 نقطة حاصلة. الهجمة السريعة، نيمار، 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 جول، 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 شنو هذا؟ لا 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 لا، الجمهور البرازيل في عز الليل، منتخب البرازيل، شوف الكرة السحرية، كرة السامبا، كرة كاب كانافيرال، كرة تدوخ الأرجنتين. روميرو، روميرو في مهب الرياح، جابرييل جيزو بلمسة
سعرية ونيمار يأتي بالثنائية والمنتخب الأرجنتيني تجاوز دون أحداث. لا 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 البرازيل يحرق الأرجنتين في عز الليل. البرازيل أنزو بيريز سنتابع على كل تعدي الكرة من نيمار. جابرييل جيزو يريد أن يأخذ نصيبه في هذه الليلة الجميلة. جابرييل جيزو بأسرية نيمار لكن خارج الإطار. تشيتشي ليو ليو يراوغ ليو ليو يعدي ويحضر كرة التوزيع. يحاول نيمار ان يتم الكرة والجول. جول لا سيرجي ميسي يوصل كرة لديماريا. ديماريا كرة خارج الإطار. اليسارية لأنخيل ديماريا خارج الإطار. دفاع أرجنتيني يعاني. دفاع الأرجنتين يئن بأقصى أنين. ميسي دانيال ألفيش أكثر من 100 مباراة دوري مع سيلساو. ألفيش يتقدم التصويب وروميرو في التصدي. صاروخية يتفاعل مع الوقت يعدي ويم كرة من يمين اليسار وصل يسار مارتشيلو يوزع وتدخل. جول 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 جول. قلت لكم مشاهدينا الكرام دفاع الأرجنتين يئن بأقصى أنين. دفاع فاته القطار إيمانويل ماس والبقية باولينيو وحده وحده. باولينيو وحده وحده. ثلاثية برازيلية أو فضيحة كروية أرجنتينية. البرازيل يزيد الأرجنتين جراح على جراحه. هذا الزمان يا ميسي ليس زمان المنتخب الأرجنتيني. اجري يا تشيتشي اجري يا مرعب المدربين. باولينيو القادم من الصين بانتصار مؤقت البيرو. وهذه كرة نيمار. اي 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 ليلة من ألف ليلة وليلة. هو نيمار. أليسان فوق الجدار. ليو ميسي في هذا الاختبار يتقدم. ليو يمشي ليو مع الفرنسي. خسارة مذلة تحولت إلى عقاب. نيمار نيمار نجم الاستعراض يوزع. لولا موري كرة جابرييل تعدي الكرة يا سلام. باولينو قوي كرة. جول جول. لا 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 نيمار كان بإمكانه أن يعطي كرة لجابرييل جيزو. أنانية نيمار مش معقول. لا يا نيمار لا مهما علاش. أوغوستو دانيال ألفيش. أوه لا 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 لا. أوه شنية اللوحة الموسيقية. شنية السيمفونية الكروية. لا برازيل ملك الليل والأرجنتين يا ويلو كل الويل. منتخب أرجنتيني تعدي كرة لمارتشيلو. مارتشيلو نيمار خطيرة. فيرمينو مباراة من جانب واحد. كي وينو المنتخب الأرجنتيني كلموني حدثوني
هل هو موجود في استاد الميغال ماجالايش بينتو ام لا؟ لا لا، ليو مصدوم، ليو 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 ليو. وفي النهاية المتابعة من تياغو سيلفا. الخطاف لا يصنع الربيع لوحده. أفضل الله بفرحان مشاهدينا الكرام، ينتهي الدرس البرازيلي للأرجنتين بثلاثية لكوتينيو لنيمار ولباولينيو. هكذا المنتخب البرازيلي في الصدارة عن جدارة. نقول مليون مبروك لعشاق السيليساو، حظ أوفر، هارد لاك لعشاق الألبي سيليستي. في انتظار قادم المواعيد الكروية على قناة بين سبورتس. أعود من جديد بالصورة والصوت للاستوديو، والكلمة لك زميلي محمد سعدون الكواري.